غيرت في شكل المباراه، سجلت وقتها هدف التسديده اللي شاطها اليو ديانج وخبطت في رجلك وراحت، والهدف احتسب لباجي، وايضا كمان في صناعه الهدف الثاني اللي انت صنعتها لاليو ديانج برضو، وكان ليك دور مهم جدا في المباراه دي. بالفعل انا المباراه دي حضرت لها كويس قبل ما انزل، ركزت كويس جدا فيها، وقلت منزل هساعد فرقتي حبذل قصارى جهدي عشان نكسب الفرقه دي، لان قبل المباراه كان في ضغوط جامده جدا ان احنا عمرنا ما كسبنا بيراميدز قبل كده، وانا كنت قاعد دكه، وفي الشوط الثاني كل الاحداث حصلت. احنا لو هما جابوا جون في الاول زي ما احنا فاكرين، حتى ما نزلت وانا حاطط في دماغي عندي رغبه كبيره جدا ان احارب وابذل كل عندي عشان نغير النتيجه. وما نزلت فعلا ما زال المدرب اديت كل اللي عندي وتعاونت مع زمايلي، واللي هما لعبوا كويس جدا طبعا زمايلي، وقدرنا نغير النتيجه. وفي كوره ديانج شاطها جت فيا، فالهدف جه من خلالي الهدف الاولاني، وده كان اول هدف بالنسبه لي طبعا، هدف يعني بيديه طموح كبير. بعد الجون ده ريحت كوره بدماغي لديانج عشان يجيب الجون الثاني، عملت له اسيست. ولعبت دور كبير في الماتش ده في تغيير نتيجه المباراه، ودايما في كل ماتش بتنزل بعد كده عايز تدي اكتر من اللي عملته. الماتش ده اعتقد اديت لعبت دور كبير مع كان دي. ممكن تسجل الكره اللي جات لك من علي معلول مره واحده في الجول، ولا انت شفت ديانج في مركز افضل او في وضعيه افضل عشان كده ريحت له الكوره؟ دايما فوت تفكر بايجابيه، تفكر افضل نقطه تعملها وافضل لعيب موجود تديه. انا شفت ان ديانج افضل في حته مركز افضل، ممكن يسجل احسن مني، لان كان بالنسبه لي صعب ان احطها بدماغي من المكان اللي كنت فيه، لان كان في لعيبه من بيراميدز كتير قدامي. لو كنت عايز احطها بدماغي كنت احطها، كانت هتبقى فيها صعوبه، كانت هتعقد الامور، ولذلك فكرت على طول قلت اريحها لديانج لاني شفته في مركز افضل، قلت هريحها له وكانت سهله احطها له، واعتقد دي كانت الاسيست اللي جاي منها الجون، لان كل كان مركز وكان متخيل هيلعبها بدماغي في الجون وهسجل بدماغي، فانا اديتها لديانج. في كل المباريات اللي انت يعني من وقت ما انضميت للنادي الاهلي